بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب أنوه على مسألة مهمة في برنامج الـ ETAPS 2020، وأعتقد أنها بالـ 2021 أيضا موجودة نفس المشكلة. المشكلة هي في حال حساب السايزميك لودز. أكو فقرات في السايزميك لودز موجودة مذكورة في الكود، الإي تابس لا يدعمها. ف لما ندخل المعطيات راح نشوف أنه هنالك فرق في حساب اليدوي عن حساب البرنامج، وشلون نعدل الريزولتس حتى يكون صحيح. طيب، هذا ماثكاد هو بحساب السايزميك لودز، تمام، وتأثير ال SSI دايناميك لودز. طبعا الدايناميك لودز اقصد بينه مجرد انه يعرف ال RS، لان حسابات المود شيب والمود فاكتور معقدة جدا ما استطيع نظرها حاليا. حساب ال SSI اللي هو Soil Structure Interaction Effects دايما يعمل Reduction بالإفكت مال سايزميك، تأثير التربة يقلل يخفض من تأثير السايزميك. هذا إذا أنت ردت أنه تخفض من السايزميك، وشون الحسابات تدخل وشون صحح الحسابات، هذه بعدين نتكلم عنها. وإن كان أعتقد برنامج الـ ETAPS ما يدعم الـ Soil Structure Interaction، برنامج الساب بينو Soil Structure Interaction Effects. عموما هذا هو عبارة عن chapter، هذا الماثكاد عبارة عن chapter 11 في الـ ASE 716 و 1622 أيضا ممكن انه يتبرمج عليهم. فهو هذا chapter 11 و chapter 12 و chapter 13، تمام. أيضا راح يكون شابتر 19 وشيء بسيط من شابتر 20، شيء بسيط من شابتر 20. المسألة وين؟ المسألة لو نفترض أنه هذه البناية، طبعا هذه الماثكاد مبرمج على أنه الجميع المناطق الزلزالية في العراق، تمام. لو نفترض انه البناية عبارة عن 13 طابق، الارضي 4 متر والباقي على 3 متر، والبلان مالته شيء بسيط عبارة عن عبارة عن 3 سبانز، كل سبان 6 متر، يعني هذا طوله 6 متر، ونفس الشيء باتجاه ال X وال Y اثنينهم 6 متر. البيم عبارة عن 40 في 60، الكولوم عبارة عن 75 في 75 بوحدات السنتيم. ال F C برايم ما تهمني، مجرد هذه يعني وات ايفر الفاليو مالتها، انما يهمني انه هي 24 وليس 25 كيلو نيوتن بير متر كيوب. الماس الزلزالية، تعريف الماس الزلزالية انه ديد زائدا ربع اللايف والروف. من الخرائط العراقية الحديثة، طبعا عمارة ب 13 طابق يعني لابد ان يكون كاتيجوري مالتها تريبل اي. عندما تكون السويل تايب unknown، الكود يقول where the soil's properties are not known، يعني unknown، insufficient detail to determine the site class. site class دي راح تكون هو مختار، subjected to requirements. حقيقة هاي دي هي ليست نفسها هذه دي، ها هنا هذه دي للتصنيف السويل كلاس. اذا نروح على التصنيف السويل كلاس شابتر 20،
الدي هو عبارة عن ستيف سويل، يعني كليلي. تمام، ستيف سويل اوكي، انه اغلب التراب واسوأ انواع التراب هو التربة الطينية. لكن انت انن الانن، يعني ما تجي تقول هي ستيف وترجع تقول انن وافترض انه هي ستيف. لا، الانن ينطيها الكود شيء اسمه الديفولت، اللي هي طبعا بالكود القديم اي اس اي 710 ما كان اكو شيء اسمه الديفولت. دي الانن هي نفس الدي ستيف سويل، لذلك اكو الاي اس هازارد تول، موقع اي اس هازارد تول، خلينا ندخل عليه حتى افهمكم اكثر. خلينا نختار وات ايفر. هنا عندي ال 10 و 16 و 22. لاحظوا انه احنا اكو شيء اسمه الديفولت، طبعا اكو تقسيمات بعد اكثر بال 22. بالنسبة لل 16 ايضا سايت كلاس دي از ديفولت، دي اللي هي ديفولت وليس الستيف. الستيف هاي نون، هاي دي هي الانن. الانن في ال اي اس 710 هنا ما اكو ديفولت، اكو دي، فالدي نفسها الدي دي. اوكي، مشكلة وين؟ مشكلة رقم واحد وين؟ مشكلة رقم واحد انه السايت كلاس where site class is selected d class d is selected as the default اللي هي ال unknown site class. تمام، انه ال fa shall be determined according كذا، بس هو يقول لك ال fa shall not be less than 1.2، shall not be less than 1.2، يعني ما راح تكون ال fa قيمتها اقل من ال 1.2. لو كانت هنا مدينة الموصل حسب الخرائط العراقية الحديثة، التاجيل ال اس اس 1 جي، عفوا التاجيل ال اس 1 يعني الهزات الطويلة الواحد ثانية هي 0.5 جي. طبعا ممكن انه اختار اي مدينة اخرى غير بها، يعني مثلا هسه بغداد راح يطلع 0.8 جي، وهنا بغداد راح تطلع 0.4 جي. تمام، حساب ال FA، ال FA حساب ال FA اذا نفتح هنا ال FA طلعت 1.18 بغداد، بس بالنسبة خلينا نختار نرجع الموصل شوية نكبر ال وينها حساب الموصل طلعت 1.1، اقل من 1.2، اقل من 1.2. طيب ال FA المفروض ترجع الى ال 1.2 وليس ال 1.1. لو نجي هنا، define load pattern earthquake modify، في حالة انه اختاريته دي ماكو شيء اسمه default معرف لي، انا راح اختار دي. تمام، حاسب انه حسابي انه عارف انه هي ديفولت انه لازم 1.2، لا راح ينطيني 1.1، ما راح اقدر اصلح. تمام، فحساباتي بالنسبة للاس دي اس راح تصير تختلف عن والاس دي 1 راح تختلف. الاس دي 1 ما راح تتأثر لانه الفاكتور الاف بي يعتمد على غير المعطيات، ما محدد انه ديفولت انه اذا ديفولت ما يقل او يزيد، ما عنده هذا المحدد. بس ال اس دي اس هي اللي راح تختلف. ال اس دي اس من تختلف، طبعا احنا ايضا ممكن انه تختار السايزميك ديزاين كاتيك السايزميك تمام، الديفنس سيستم. تمام، السايزميك ديفنس سيستم باي واحد هنا تختاره، الار والاوميجا نوت والسي دي راح يختلف باي سيستم، اي سيستم. وهنا ممكن انه يقول لك هو بيرميتد اور نوت بيرميتد. تمام، يعني مثلا لو جينا على انه هو الدول سيستم، اوردينري رينفورس كونكريت، اختاريت الاوردينري. تمام، وهنا ايضا اختاريت الاوردينري دول سيستم. وين
هنا هذا الاوردينري دول سيستم. انتبه انه سايتك السايزميك ديزاين كاتيجوري مالتي ايش قد قيمته. احنا هاي حسابات السايزميك ديزاين كاتيجوري يعتمد على الاس 1 ويعتمد على الاس دي اس والاس دي 1 تمام. فاعطى سايزميك ديزاين كاتيجوري واحد دي اف. احنا اجي اقارن انه سايزميك ديزاين كاتيجوري واحد انه بالنسبه للاوردينري نوت بيرميتد، فما يصير استخدم انا هذا السيستم دفاع في هذه المنشأة المالتي، فراح اضطر انه اسوي سبيشال رينفورس كونكريت وول. اتشيك انه السبيشال ايضا بيرميتد ولا لا، راح يجي بالكاتيجوري دي والاي والاف نوت ليميتد، يعني اش قد ما يكون ارتفاع الطابق مالتي فليكن، كم طابق، مليون طابق، اوكي نوت ليميتد غير محدد تمام بالسايزميك ديزاين كاتيجوري دي. فانا لازم انه استخدم الار والاوميجا نوت والسي دي مالتي بهذه القيمة. طيب السي تي هنا يعتمد انه هو اونلي ريزيستنج فريم ولا دول سيستم. اذا هو فقط فريم او بريست فريم فهذه الحالات هي السي تي والاكس حسابات الابروكسيميت تايم او انه اول اذر، فهو اكيد دول سيستم اذر ومو فريم ودول سيستم. طيب احنا حسابات السي يو عادي تي ماكس ونقارنه مع التي اللي راح ينتج من اول نمط زلزالي. خلينا نحلل احنا اول نمط زلزالي نمط زلزالي مود هنا 0.866 تمام. فلازم ايه هذا يتعدل 0.866 تمام، هذا يصير 0.866. وهذا بالنسبة للتي بار اللي هو انه انا اضيف الاساس واعمل سبرينجز وارجع احلل منشأ مالتي واشوف ايش قد يطلع، مو مهم حاليا كلامنا مهم. طيب هنا اذا هذه القيمة اكبر من التي ماكس راح يستخدم التي ماكس في حالة انه حطينا البرنامج باللود باتن انه هو كالكوليتد وليس الابروكسيميت. في حالة انه اعطيناه الابروكسيميت راسا راح يروح على هاي القيمة تمام، راح يروح على هاي القيمة بس نشوف انه راح يطلعها نفسه ولا لا. راح يطلع هاي القيمة وخلاص يحمل انه المقارنة بين التي داش والتي ماكس. لو استنجي هنا مثلا نرجع نفتح البرنامج وقلت له او لا خلينا نرجع نستخدم نرجع نحلل، اريد اشوفكم انه هو فعلا اخذ هاي القيمة 0.866 انه فعلا هو اول نمط. طيب من وين نشوف هذه؟ هذه نشوفها من قائمة تيبلز بعد التحليل، دائما بعد التحليل من قائمة تيبلز بالانبوت table model definition other load pattern والauto seismic تمام. هنا شوفوا 0.866 ال period time اللي هو بالضبط نفس ال period مال number 1 مود الأول المود الأول تمام. هو هذا لأنه راح يسوي ال eigen value و ايجن فاليو او الريتس اناليسز بالنسبه للمنشأ مالته على حسب الايكويشن اوف موشن تمام. يحلل على الاستيفنس والماس على معادله اللي هي الماس في الاكسلريشن زائدا الدامبينج في الفيلوسيتي زائدا الاستيفنس مضروبه في الديسبليسمنت يساوي زيرو، انه هذا النور الناتش ال ال الاهتزاز الطبيعي تمام natural frequency. طيب عندما يهتز اهتزاز طبيعي انه البناية انهزت وراحت القوة اتصفرت وظلت البناية تهتز لحالها تمام،
هذا هو الناتشرال فريكونسي مالته. طيب هاي الأنماط اللي ممكن انه تتولد من الزلازل مالتها، هذا النمط الأول. النمط الثاني طبعا هنا ما بدي تشوفوه لأنه خليه أوتوماتيك حتى يكبر هذا النمط. الاهتزاز باتجاه اتجاه الهزة الأرضية، فهو أول نمط باتجاه الهزة الأرضية اللي مساوي لاتجاه النمط الأول. تمام، النمط الثاني باتجاه الواي، النمط الثالث فتلي، النمط الرابع راح يكون باتجاه الإكس وشوية فتل. تمام، وهذا النمط الثاني. هذا النمط الثاني يفيد بحساب الدامبينج، ما نجي عليه، ما لنا علاقة به، ما الكلام عنه. طيب في حالة انه انا اعطيته define load button واعطيته انه الابروكسيميت، تمام، مع الثباتية نفس الفاكتورات السي تي والاكس، واعطيته التحليل، هل راح يعطيني نفس الرقم اللي هو ال 0.775؟ خلينا نشوف. طبعا هو هذا حساب التي يعتمد على الارتفاع البناية، قانون كلش سهل. سي تي هذه الايدج بالفوت، بالفوت لابد انه يكون بالفوت. تمام، او ممكن انه نستخدم فاكتورات اللي بين قوسين، بس احسن شيء اضبط شيء، لان ذيك الفاكتورات اللي بالمتريك اللي موجودة بالكود يعني تفرق قليلا، لكن هذا الرقم بالضبط راح ينطبق عند المفروض يعني ينطبق مع حساب الليترز 0.775 بالضبط انطبق. فإذا أنا في حالة أنه كوني أنا اختاريت أنه أوكي البروجرام ديترماين، هو راح ياخذها من النمط الأول اللي باتجاه الهزة، تمام، ويقارنه مع التي ماكس. اذا التي اكبر من التي ماكس، اذا اكبر من التي ماكس خلاص راح ياخذ هذه القيمة، اذا اصغر لا راح ياخذ هذه القيمة. فهنا عندي السي اس من حساب هذا القانون، والسي اس ماكس والسي اس مينيمم. هنا السي اس اعطتني اكبر من السي اس ماكس، فالمفروض قيمة السي اس 0.124. فإذا جينا على الحسابات مال لود باتن، أعطاني 0.123، طبعا يعني 0.124 إذا أنطي more decimals راح تقريبا لأنه للمرتبة الرابعة هي منطبقين. تمام، وشوية خلافات حسب تحويل الوحدات والوحدات الموجودة بها، يعني لحد المرتبة الرابعة وممكن انه يكون سوا. وهنا انطبقت وشغل انه هوني 700 7885، وهنا تراي 7885، الفرق بالبوينتات ما عندي مشكلة، الرقم مقبول. اوكي انطبق، خلاص الله عليك. المشكلة وين؟ المشكلة في حالة كون انه انا اخذت انه هاني ما ردت شير وورد، صممت على منو؟ صممت على التالي. طيب من التالي صممت على السبيشال فريم، سبيشال فريم، وين السبيشال فريم؟ سبيشال رينفورس كونكريت فريم، سبيشال رينفورس وصار 8.35.5. ماكو شير، ماكو شير. تمام، لو احنا لود باتن جينا عليها 8.35، لاحظوا انه خلينا نرجع للدي وليس للاي، للدي لود باتن، عفوا لود باتن، ورجعناها للدي. وحللنا
نجي على انه نشيك انه هل هو هذا ال مسموح ولا ما مسموح، انه هو not limited بالكاتيجوري دي. اوكي اذا ممكن انه اني استخدمه. نجي هنا انه انا اضبط ال concrete resisting، متأكد انه ضبط ال concrete تمام. load cases load button ال 0.016 09 0.016 09. نشوف انه اني ماخذ البروجرام ديترماين، فلازم اشوف هنا النمط الاول المود الاول ايش قد قيمته، راح تكون 1.567 هنا 1.567 1.567 اقل من 1.8. اوكي فالمفروض انه هنا تيبل اللوت باتنز ماخذ تي 1.567 تمام. طيب نجي هنا CS ماكس تمام. طيب احنا خلينا نشوف انه المدخلات كلها صحيحة. define load cases عفوا load button انه هي واحد ال SS واحد وال S1.5 والTL حسب الكود العراقي 6 سكند. اي اوكي 6 سكند، وانا مختار الدي ديفولت حتى لو عملتوها ستيف انه هي الدي، هسه ينطبق ال 1.1 معاها. اوكي نو بروبلم تمام. في حالة كون الدي راح نرجع احنا 0.115 0.06 تمام 06. طيب ال SD1 احنا 0.6 وال SDS هو 0.733 اللي هو احنا اخذ 0.115. طيب هنا ايش اعطي انه هو 0.089 0.08 19. نجي هنا خلي نطابق هذن ال FA 1.1 اوكي 1.1 FV 1.8 1.8 ال SDS هو 0.733 0.733. طبعا هنا اذا اكبر الساعة كلها ترى راح تصير 0.33 فينطبق 100%. وال SD1 0.6 ال R 8 اوميجا 3 وال CD 5.5 ال IE هو عبارة عن 1.25 ال period مالته 1.567 هذا T تمام. ال coefficient هنا ال coefficient الحساب اليدوي 0.06 0.06 0.06 تمام. اختلف مع انه هو ال SDS مقسوم على ال R على ال IE اي ينطي هذه القيمة، يعني عندما اقول 0.0733 على 8 على 1.25 تطلع 0.1115 قيمة ال SD1 هي قلنا 0.6 على 1.567 مضروبة في 8 على 1.25 تطلع 0.06 0.05983 زين. وهنا ال SD minimum لو جينا عليها ال 0.733 في 0.044 في 1.25 راح تطلع 0.04. طبعا اذا مشي شوية راح تطلع 0.043 اذا زيد القيمة تمام. مشكلتها انه هو يحسب ال CS max غلط، CS max يحسبه غلط. فهنا ايش قد ينطيني سيت بيس 5600
بينما هو أقل. طبعا علما أنه هذا الوزن هنا محسوب الشير وول. إذا نحذف الشير وول، إذا نحذف الشير وول، إذا طيرنا الشير وول هنا، هاي الشير وول هذا طار وهذا طار وهذا يطير وهذا يطير وهذا أيضا وهذا أيضا. طيب ما اعتقد ظل اي وول. اوكي هذا يتصلح، تمام. شو نحذف هذا بالكامل؟ اوكي هنا خلينا نشيك انه الوزن وين الوزن؟ الوزن هذا الوزن، تمام. معي الطبق، دقيقة. سيلف ويت، نشيك انه سيلف ويت نقيم احنا. طيب هذا السيلف ويت 3300. تذكرت احنا من نطير البيم لازم كان عددهم 24 بيم وليس 18، لازم نصلح عدد البيمات اللي هي كانت بمكان الشير وول، تمام. يعني هذا كان الموديل الأول اللي عرضناه من حساب الموديل الأول اللي انطبق وما كان أكو أي مشكلة. طيب هسه المفروض ينطبق 36,218.88 بالرقم انطبق. بالنسبة للديد الثاني 8,280 طبق. بالنسبة للبارتيشن لود، البارتيشن لود لا ماخذة، أعتقد كان غيرت القيمة. خلي بس نشيك شو قد الحمل حاطه هنا. بوينت سكس تو ايت بوينت فور، احنا بس هذه 24 مو 6 18، تمام. نرجع ديد لايف بارتيشن، اوكي راح يكون 15,000، واحنا هذا الفرق البسيط ما مشكلة، تمام. هنا اللايف 17,280 طبق، الروف 648 648، يعني هسه تقريبا انه السيلف ويت، عفوا الماس المفروض تقريبا انطبقت، يعني قريبة. اوكي من عينطيني طبعا هو الخلاف البسيط هنا انه قيمة هذا. اوكي 6 و12 واحد 12 طابق، وهذا العاشر هنا، هذا 12 واحد راح يصيرون 12، تمام.
المفروض بس السيلف ويت. اوكي هذا احنا ايش كنت راح ما طرحين الوزن مال الشير وال ايضا اللي هو ايش قد بعده هذا 24.6.4 5 وربع 6 في 6 في 4 أعتقد أنه هو هذا الشير وول بعده 6 ارتفاعه 6 شير وول. طيب من هون ينحذف من هذا 1.5 في 0.2 بس هذا نص الكولومز نص ارتفاع الكولوم 6 في 6 في 0.2 في 2 أعتقد هذا ما له داعي هذا الشيء بوز هي مجرد نص الكولوم بس اشرح ايش يعني بس دقيقة علي عفوا 16 في نص ارتفاع الكولوم نعم طيب بس هذا صار 63523.44 انطبق بالضبط نفسه يعني هسه من اجي انا بالنسبة لأضربه بس بالسي اس عينطيني 3800 وعينطيني 5000 عيزيد لي القيمة عيزيد لي القيمة. طيب شنو هذه ليش نص وليش ايش اسمه الارتفاع الزلزالي او الكتلة الزلزالية هي عبارة عن الكتلة الزلزالية دائما نص الطابق نص التحت ونص الفوق نص التحت الكتلة الفوق هذا احنا هون ماكو شيء فوق ماكو شيء فوقه اذا ما صفر نص التحت يعني لو اخذنا منظر جانبي اخذنا هذا الطابق نص ارتفاعه 1.5 تمام وهذا الطابق بالنسبة للكتلة لهذا الطابق تمام هذا الطابق نص فوقه ونص لتحته عادي ممكن انه تاخذ الطابق نفسه لانه متكرر بالنسبة لهذا الطابق نص اللي فوق 3 و1.5 نص اللي تحت 2 فنص اللي باقي للبيس نص الباقي هاي حسابات السايزميكات ناخذ نص البيس اللي هو نهاية الارتفاع الفيرتيكال بالطابق البيس يعني شير وول او كولومز ياخذ نص ارتفاعها نص ارتفاع التحت راح يكون قيمته صفر ما تدخل ولذلك صار طرح نص ارتفاع الكولومز تمام زين انا اريد اولا ديفولت لان ما اعرف السايت مالتي تمام اريد اصلح ال 1.2 واريد اصلح القيمة مالت السي اس تمام نجي هنا راح نفتح ما اعلم هل دائما هي بتنجح ولا بتفشل صراحة انا ما تشيكت لازم اتشيك عدة موديلات ما اعرف يعني هسه راح نجرب وياكم ونشوف ينجح ولا يفشل ولا انه انا اولا حتى اصلح هاي القيمة لازم اما اختار اف او اي تمام اف او اي وابقي الفاكتورات البقية تمام وراح انطي بس انا انصح انه تعملوا اي سوي اي هسه نجي احنا الموديل اللود باترن اول شغلة انه
لاحظوا السي فاكتور تغير، رجع إلى ما كان عليه ها هنا، تمام 0.598 وشوية اختلف، هاي شوية الاختلاف بشوية راح تخليه 6800، يعني اوكي مقبول. احنا يعني اوكي وين 6000 وين 3000؟ حيصير عندك اوفر 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 عالي جدا بالديزاين مع السايزميك. فالاول شغله انه الديفولت ما موجوده بالايتابس، حتى يعني صراحه ما اعرف بال21 اكو هاي اللبكه ولا لا، لازم اتشيكه. ثاني شغله الاي صلحت لي السي اس وصلحت لي الاف، بس هي المفروض انه تكون ديفولت، يعني كلاس دي دي از ديفولت وليس دي از ستيف، تمام. فتضطر انه تحوله الى كلاس اي يلا حتى يصير صحيح. زين اذا انت ما تعرف الحسابات اليدوية وما تعرف فانت اوفرت بالديزاين، اوفرت بالديزاين حيل. وهاي طبعا اذا انت بعد ما تاخذ في تاثير الاس اس اي، يعني ممكن انه تصير بعد كوارث اكثر، يعني ممكن انه يقل، ممكن انه يقل. لازم نصلح التايم مالته، بس خلينا نشوف ايش قد قال احنا بدون تصليح التايم. ايه طلع بالنيجاتيف، لان التايم مالته التايم مالته غلط، فاكيد يطلع بالنيجاتيف. فمن يطلع بالنيجاتيف معناته راح يكبر، هو المفروض يقل، هو المفروض يقل، وهذا شيء يعني ما معقول وما منطقي، بس مجرد تصحيح التايم مالت. اوكي انا ما راح ادوخكم بكيفية حساباته، بس اهم شيء انه هاي الفقرة تبقوها ببالكم، فقرة تصحيح السي اس ماكس وفقرة الديفولت شلون اصلح الاف اي اذا كان اكبر من اصغر من 1.1 1.2 عفوا. لاحظتم انه بالشير وول، يعني هسه لو نرجع الى الشير وول، لو نرجع للشير وول خلي هذا بس اخزنه باسم عراقي سايزميك، اوكي باسم فريم حتى بس اميزه، تمام. وافتح اللي بي شير وول، حسابات الشير وول. بس نتأكد انه الوولز موجودة، اوكي نو بروبلم. هذا سبيشال رينفورس كونكريت وول، سبيشال رينفورس كونكريت وول الاضر، اوكي تمام. لو فتحنا الوولز اوكي يس نو بروبلم. وجينا على اللود باتن، هنصلح هذا بس احنا 0.866 تمام، هو اخذ ال 0.124 طبق طبق مع حالة الوولز، اعطاني 7885 وهنا 7885، فرق بالديسيموس نو بروبلم، ماكو اي مشكله. فينطبق بوجود الشير وولز. هل دائما انه الكيسز مالتي بالبنايات انه اذا كان سبيشال فريم او سبيشال او يعني فريم عادي مو دول سيستم ما راح تنطبق؟ والله ما ادري، يعني وهذا كيس واحد، انا لازم اجرب عده كيسات حتى اتاكد، بس يعني اوكي اي حاله صارت. فانت شلون تتاكد منه؟ لازم تعمل التحليل اليدوي حتى تتأكد انه هو ده يشتغل، والا بعدين تضطر تحوله الى كلاس اي حتى ينطبق، تمام. اذا انطبق كان وبها، ما يحتاج تصلح، واذا ما انطبق لا والله تحتاج تصلح حتى تقلل الكمية مع سايزمك وما يصير عندك اوفر ديزاين. هذا ما لدي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.